فإذا من بيروت على التنورين ومهرجانات أرس تنورين اللي راح تكون لأول مرة بخلال فترة عيد الميلاد، اليوم راح تخبرنا عنها أكثر رئيسة لجنة مهرجانات أرس تنورين السيدة مارلين حرب. مدام حرب صباح الخير. صباح النور وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. يعني تنورين بلشت تحتفل بخلال فترة الصيف بهيك نشاطات، إنما هي أول مرة بيصير على صعيد كبير مهرجان لفترة عيد الميلاد. مزبوط. 19 الانطلاق، 19 الصبح الساعة 10 الانطلاق. خي لكن نبلش نهار حافل من الصبح. ايه ان شاء الله، وان شاء الله يساعدنا الطقس كمان. هلا مثل ما عم نشوف على الانترنت هيئته الطقس بساعدنا. ايه لانه كله عم بيكون يعني بده يكون اوبن اير، ما هيك؟ ايه اكيد. ايه كله يعني ببلش الساعة 10 بتنورين تحتها. نحن تنورين اسم الله كثير كبيرة. ببلش بتنورين تحتها. شو رح يكون فيه بتنورين تحتها؟ رح يوصل بابا نويل بسيارة حمراء ديكابوتابل بتمشي ورا اوركستر. اها باراد. ايه يعني جاي بالسياره كمان. جاي بالسياره، سياره قديمه حمراء، وبتمشي ورا الباراد يلي هي درامز وساكسفون وترومبيت وببلشوا من جسر الضيعه على الساحه. بتعرفي نحن بعدنا مثل ايام زمان ساحه الضياع. بيوصلوا على الساحه في مغاره، في كونفيتي بيزتوها مشان بابا نويل، بيطيروا بالونات واهل الضيعه بتكون ناطرته والولاد كمان. أكيد. بيكملوا مع أهل الضيعة، بيطلعوا على الوادي، وادي تنورين كمان بيعملوا له استقبال لبابا نويل أهل الوادي. بيرجع بيكمل على وطحوب، كمان أهل وطحوب بيكونوا مستقبلينه تيوصل على ساحة تنورين الفوقة. تنورين الفوقة يلي هي فيها أي ساعة بيكون صار فوق تقريبا؟ بيكون فوق صار على 11:30 تقريبا. أوكي. على 11:30 فوق في ناس كتير، ونحن داعيين الناس اهل تنورين من يلي ساكنين بجبال وببيروت وبالكورة، وداعيين كل مناطق البترون، يعني كل ضيعة البترون. رح يوصل على تنورين بذات الشيء، يعني بتطلع سيارته بالباراد بالدق، في 10 بيرسوناج من ديزني وورلد رح يكونوا ماشيين مع الباراد. بعدين عاملين له مثل عرش لبابا نويل قدام الكنيسة بالساحة. بيقعد وفي منت فوتو، منت فوتو الاولاد كل ولد بيجي بيقعد بحضنه لبابا نويل، بياخذوا له صوره وبيعطوا اياها، وفي علب كبيره حط بابا نويل، الولد هو بمد ايده وبياخذ هديته. هاي يعني هو مش بنقي يلي بتطلع له، هديته يلي بتطلع له. عز عقله يعني الولد. اكيد دائما الاعياد للاولاد هيدا اهم شيء يفكروا فيه الاهل. والساعه 2 نحن كل سنه بنفكر بالختيار قبل الولد. صح، الولد كل الناس بتغنج والختيار اوقات بينسوه. للاسف. الساعه 2 عاملين حفله للختياريه. ما فينا نقول ختياريه، للكبار. للكبار يعني من عمر ال70 سنه وطالع. هن اصلا كبار يعني، هن بس كبار مش بس بالعمر، بصيروا كبار فعلا بقيمتهم. هن كبارنا. مزبوط. الساعه 2 في اوركسترا رح تدق، وعاملينه المحل مسكر يعني بصالون الضيعه، بصالون الكنيسه، وقوتي هيك ناكل نحن وياه هون، واكيد بابا نويل بيوزع هدايا للكبار. يعني عندنا ساعه للكبار يلي هي بفتكر اهم شيء. اكيد. وهون كمان بمحل مضمون، اذا بدها تشتي الدنيا تشتي بس بهالساعه. ما رح تشتي، ما رح تشتي. اذا الله راد ما لا ان شاء الله ما رح تشتي. 19 الافتتاح رح يكون، ومن بعدها في كمان مثل ما هيك مع هالموسم اكيد في تضويه شجره الميلاد. مزبوط ان شاء الله. هلا اذا الله راد في عنا مغارة عاملين مجسم كبير بحدود 150-175 متر مساحتها، ضيعة بيت لحم. عاملين بساحة الضيعة الورنانية، في عنا ساحة شوي باراليل على الساحة الكبيرة، هيدي مغارة كتير كبيرة رح تبقى على كل الفترة تالناس يزوروها، وبفتكر انه من اكبر المغارات يلي رح تكون بلبنان. بلبنان خي. وإذا الله راد كمان ساعة 5:30 بيطلع المطران مع الخوارني وبطرس كمان بيكون معهم، بيضووا الأضوية، بيضووا زينة الضيعة. والساعة 6 بالكنيسة في عنا كورال تنورين يلي هو كورال رائع بالأصوات. مي التنورين ايه مزبوط بتعطي صوت حلو. صوت حلو. أنا تحسن صوتي من وقتها. عم تتمرني مع الكورال؟ يا ريت يا ريت يا ريت يقبلوني، صوته كثير احلى. في كورال تنورين ببلش 10 دقائق، وبعدين في معنا تينور، التينور ايليا فرانسيس
مشان اغاني عيد الميلاد ولكل الناس مدعوه يعني. اكيد نحن بنحب انه من كل لبنان يجي لعنا مش بس من تنوري. من الشمال اكيد. بس في عندي شغله كثير خاصه السنه. حبيت انه نشرك كل اللبنانيه وكل الاولاد معنا بتنورين، يعني تنورين الجرد، تنورين العاليه، تنورين البعيده. السنه في شيء كثير خاص فيه للعيد، انه في اولاد ايتام من دار الايتام الاسلاميه، من جمعيه المبرات لسماحة الشيخ محمد حسين فضل الله، ومن بيت اليتيم الدرزي، ومن الاس او اس. كل هالولاد رح يكونوا بساحه الضيعه مع اولاد تنورين، مع اولاد المنطقه، مع اولاد اهل البترون، كلهم عم بيعيدوا مع سانتا كلوس. وهيدا كثير اساسي لانه بنعرف قديش هالتعايش ليه ما بنحكي عنه، لازم اكيد نغذيه اكثر ونبلش فيه مع اطفالنا. مزبوط. يعني لحتى نحس انه فعلا هالمواطنيه تربى عندهم من هن وصغار، مش كل واحد يكون حامل راي طائفته، انما كل واحد يحس حاله فعلا ينتمي لهالوطن. والكمان عم بيصادف السنه حلو انه السنه عيد كمان الميلاد عم بيصادف مع ذكرى المولد النبوي الشريف. مزبوط. سو المناسبات هيدي الفكره يلي خلتني انه كل الناس وكل الاولاد يعيدوا بهالعيدين الحلوين، العيدين المجيدين. صحيح. والولد مثل ما قلتي يربى على الوحده الوطنيه ويربى على التعايش. مزبوط. لانه عم يجربوا كثير ما يخلونا نتعايش ابدا، بس حصرمي بعينهم كلهم رح نضلنا عايشين مع بعضنا، رح نضلنا قلب واحد. كمان 19 فأذن البدايه، ومن بعدها شو رح يتبعوا كمان بخلال هالفتره، فتره الميلاد؟ المغاره موجوده كل الوقت لحتى يجوا كلهم يزوروها لكل الناس. أكيد. بعدين نحن بخمسه كانون الثاني بيكون عيد الغطاس. ايه صح. وعيد الغطاس بيعيدوه الساعه 12 بالليل. هلا قدم المغاره رح يكون في كيوسكات ونسوان الضيعه، كل وحده بتنزل مقليتها معها وعجنتها وبيقلوا زلابية بقلب الساحة، وإن شاء الله يكون طقس حلو، وإن شاء الله تكون عم تتلوج كمان لأنه كمان لها معنى كثير كبير. وكل الناس من بعد ما يخلصوا من القداس بينزلوا بيشربوا كاس العيد وبياكلوا زلابية مع بعضهم. هيدي كمان أكتيفيتي زيادة السنة عاملينها أول مرة. وبعدين كل يوم بعد الظهر الكورال بيكون عم بيرتل، بيكون في الموسيقى عالية، وفي كيوسك موجودين بساحة الضيعة لبعد العيد، يعني اللي بده ينزل بده يشتري، اللي بده يقعد ياكل، يعني بده يضلوا فيه على طول حركات نشاطات بهالفترة. اكيد نشاطات عديدة. مدام مارلان، كمان بالنسبة يعني زمان كنا نقول موضوع الضيعة، وكنت عم بحكي قبل شوي انه لما غنت الست فيروز من ضيعة حملاية على ضيعة تنورين بالبوستة. مزبوط. هلا بابا نويل جاي بالسيارة. ايه. مغنش حاله. ايه. وكمان مثل ما قلتي يعني طريقة الوصول لتنورين، إذا شوي بنرجع بنذكر المشاهدين كيف بيوصلوا لها، لحتى نرجع نذكر جغرافيا، لأنه في ناس للأسف ما بتعرف تنورين بعد. بيعرفوها بالغنية بس. ايه. بس لا، السنة بالمهرجان طلع كثير ناس على تنورين بالصيف، ودخلت صفحة تاريخ السياحة. أيه. تنورين، وعنا غابة مليونين شجرة. كل الناس عم تطلع بتعمل هايكينج، بتعمل بيمشوا بيشوفوا الغابة، يعني صارت أقرب للناس من سمعية أنه تنورين بعيدة. صحيح. تنورين طريقة بتبلش، في عنا طريقين. عنا طريق بتاخديها من جبال اهمج لقلوق تنورين. وكل الطرقات صارت طرقات واسعة. طرقات كتير حلوة، حتى إذا إن شاء الله تلجت، لأنه حلو حتى مثل ما قلت تلجت. حتى لو تلجت مع الميلاد هلا، يمكن إذا تلجت وإذا كان في شتاء طريق إهمش بيكون في عليها غطيطة. الأفضل طريق البترون، يعني من بعد حاجز المدفون بفوتوا على البترون، ومن البترون بياخدوا طريق بجدرفيل تنورين. يعني بعدين الاورينتاسيون كثير هينه لانه كثير فيها أرمات، وكثير عم بيدلوا منيح يعني الأرمات حتى يوصلوا على تنورين، بطريق عرضها 12 متر، بطريق مضويه، بطريق حلوه، بمناظر كثير حلوه، بيوصلوا من البترون على تنورين تاخذ 25 دقيقه.
فاذا دغري يعني مش سهله القصه وما فيها نبكي. سهله كثير، ما تعتلوا هم ابدا المشوار. مدام مارلان، كمان بالنسبه لموضوع التنميه الريفيه المستدامه يعني لكل المناطق، ومثل ما قلنا ضيع لبنان حلوه وغنيه، وفيها كمان ستات بيكونوا عم يشتغلوا ببيوتهم لحتى يقدروا هن يحسوا حالهم كمان عم ينتجوا اشياء ببيتهم. مظبوط. قديش هيك اشياء عم بتكون مشاركه بهيك معارض، ان كان بالصيف وان كان هلا بالميلاد، وحتى على صعيد السياحة يعني أوتيلات، أماكن ليناموا الناس أو الأشخاص اللي بيحبوا يطلعوا يزوروها مع الهايكينج وغيرها. هلأ تنورين يعني ما قلنا زمان الطريق صارت قريبة كتير لتنورين، مشان هيك قبل كانت شوي بعيدة إنه الواحد يفكر يطلع عليها. اليوم في عنا أوبرج بالتنورين حد غابة الأرز، وأوبرج كتير حلو وقعدته حلوة وفي مطعم. في عنا اوتيل بدوما 35 اوضه، دوما يعني هي توأم تنورين، دوما بتبعد عن تنورين 10 دقائق بالسياره، ودوما ضايعه كثير حلوه. صح. فيها اوتيل، في ربيع كيروز المصمم ديزاينر عامل بوتيك اوتيل 8 اوض بس من اروع الاوتيلات الموجوده. في شاليات بالتنورين تحتها، في كثير اشخاص عمروا بنايات شاليات بأجروها مثل ما بتستاجري شاليات بفريا او بغير محل، يعني عم تسرع عم تتسارع الامور بالخدمه السياحيه، حتى الناس بس تطلع على تنورين يكون في عندهم محل يناموا، وصار في عنا كثير مطاعم. في عنا هلا بالصيف اذا الله راد كثير من الشباب والصبايا يلي حابين يعملوا مشاريع بتنورين، كان كارافان يعملوا كامبينج، ان كان اوتيلات صغيره يبلشوا فيها مع جنينات حدا مشان السانسيت، لانه في سانسيت كثير حلو، في يعني ومهرجان التنورين السنه الماضيه خلت الناس كلها تطلب بدنا محل ننام. ايه مزبوط. بدنا محل نقعد لانه المشوار حلو، بدنا ننام عندكم. مزبوط. بقى بفتكر انه هيدي الشغله رح تسرع بهالامور، ويناموا بعدين ببيئه نظيفه وبيئه حلوه، هواء نظيف، ببيئه حلوه ببيئه نظيفه. ايه. بناس كثير بتستقبل حلو. صحيح صحيح. هون كمان لحتى نركز شوي اكثر على موضوع هالمناطق اللي بتكون فعلا فيها اشياء واحد بيحب يكتشفها وبيحب يعيشها اكثر، قديش عم بيكون في عندكم تعاون مع نشاطات، مع جمعيات ثانيه، مع مؤسسات ثانيه لحتى تقدروا كمان تشركوا الجميع بهالموضوع؟ لانه هيك النشاطات بدها دعم يعني من الكل، وبدها تضافر جهود. مزبوط. بلديات لحالها ما فيها تعمل شغلها، بده يكون في معكم اكيد فعاليات المنطقه. كيف عم بتنسقوا كلكم مع بعضكم لتنجحوا هيك مهرجان؟ البلديه عم بتقوم بكثير شغل حلو كمان، مشان حتى بتعمل دعوات بيجي ناس. المحميه عامله كثير شغل حلو، يعني عندك جمعه وسبت واحد بولمان بيطلعوا من وين ما كان على تنورين، بتلاقي اوقات 400 500 شخص بهالغابه عم بيبرموا. بالمحميه كمان عندهم مونه من الارض، المونه بيو، ما دخلها مواد كيميائيه ابدا، كلها عضويه. كلها مواد عضويه مزبوط. ويعني في السياحه نزلة غابة تنورين، نزلة نحن عنا 70 محبسة بتنورين. عنا طريق المحابس. يعني حلوة كتير. وهلأ بدهم اتحاد البلديات عم يشتغل حتى يعمل لها طريق، هي طريق إجر. بس حتى يزبطوها أكتر، يعني عندك سلسلة من المحابس القديمة يلي عمرها ميات السنين. عنا دير حوب يلي بتجي كتير عليه ناس حتى يتفرجوا عليه، من اقدم الادره بلبنان. يعني بس في جمعيات كثير مع البلديه، مع الجمعيه يلي جمعيه لنا وليالي ارس تنورين، نحن عم ننسق مع بعضنا، والكل عم بيطلع. يعني بتلاقي اوقات بيجيك ناس اجانب عم تطلع بتعمل هايكنج على الصخور. وطلع ناس تليان، هو وفيليل قال حكي مع صاحبه، قال انا رجع، قال له انا اذا بدي موت بوصيك تدفني هون، شوفي لحديت وين. اكيد يعني. اكيد دائما بيكون في فرحه وسعاده بمشاركه كل هالناس من لبنان ومن خارج لبنان، وايضا السياحه الدينيه مثل ما ذكرتي بتكون فعلا فاعله بكل المناطق. مزبوط. ولازم نشجعها اكثر ونفعلها. أكيد. كمان اكثر. بيتواصلوا معكم اكيد لها النشاطات 19 الانطلاق. شكرا كثير مدام مارلان حارب، وتحياتنا لمعالي الوزير. ميرسي. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، واكيد خليكم معنا.